السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الدرس الرابع إن شاء الله الرحمن الرحيم في طرز اليوغوسلافي. هنطبقوا هذه الغرزة، هذه نبدأ على بركة الله. كنتبقى في الخيط كنضرب هاد الضربة، هادي الخيط راني برمى على 4 شعرات صبرة، والتوب راني متبتة فوق الكنفة. كنجي كنفوت الضربة الأولى والثانية والثالثة وما كنجيش لهنايا، كنجي لهادي اللي في جنبها كنضرب هاد الغرزة ونعاود نهز الاخرى. كنجي ما كنجيش لهنا الاولى الثانيه، لا كنجي لهذه اللي هنايا كنخدم بلا مرمى هنايا. كنعاود نجي كنفوت الاولى والثانيه والثالثه وكنجي لهذه اللي في جنبها كنهز وحده وكنعاود نخلي وحده ونعاود نهز وحده. كنجي ثاني لهذه ماشي اللي في مقوده معها اللي في جنبها، كنعاود نهز ثاني وحده ونخلي وحده ملي كنكون غادي يعني بديت من هنايا كنعاود نصيب وحده هنايا وكنعاود نصيب وحده هنايا. المهم كنمشي بها هكا، هي وحده من التحت وحده من الفوق. كنفوت الضربه الاولى والثانيه والثالثه ما كنجيش نضرب هذه اللي مقوده مع اللي بجنبها، كنهز وحده وكنخلي وحده. كنعاود نهز ثاني وحده هذا هي الخيط باش متبتة. كنفوت هاد الاولى والثانيه والثالثه ما كانش نضفات. الأولى والثانية والثالثة دائما تنهز وحدة وتنخلي وحدة. كنجي تاني للفوق تنصيب وحدة جوج ثلاثة انا راه كنخدم بلا مرمى في هذا
يجيني من بيت شي بحال الطرز الاخر اللي بتخدم في التوبعات، ممكن ديرها ما في الكنفة تجيني شوية نخدمو غير بلا ماما الاولى الثانية الثالثة اللي بجنبها نجي تاني لهادي اللي الفوق هادوك التانية اللي في الجنب صافي كنمشيو هكا كتبان ليا واضحة صافي غنمشي حتى لهنايا بلا ما نطول في الفيديو صافي من بعد ما كملت حتى لهنايا ها كيفاش كيجي هذا هو الشكل النهائي ديالو نتمنى الدرس يعجبكم وما تنساوش تدعموني وديروا لي جيم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي وشكرا لكم بزاف والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.